التنهات وطمية وغيرها من التقنيات الإسعافية المتطورة وصلت اليوم للمشاعر المقدسة للمشاركة في حج هذا العام، واللي من ضمنها تقنيات حديثة تعزز قدرات القطاع الصحي لتقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن. طبعاً هذه الآلية كما نلاحظ هي عربة طمية، هذه العربة برمائية، عملها إنها تستخلص المصاب من موقع الحدث إلى أقرب فرقة إسعافية. بالنسبة لعدد الأشخاص، مصاب واحد ومعه ثلاثة مرافقين. تم استخدامها في موسم أمطار جدة العام الماضي وكانت على رهبة الاستعداد. طبعاً هذه العربة كما نحن نلاحظ إنها بتشيل ثلاثة مصابين أو ثلاثة مرضى. هذه العربة وفرت للمناطق الوعرة أولاً وثانياً للأوزان الثقيلة، أكسجين، نقالات، تموين طبي كامل كما يستخدم في سيارة الإسعاف هنا بنستخدمه. طبعاً المركبة هذه المركبة مركبة إسعافية كهربائية تعمل صفر كربون، تعمل بطاقة الكهربائية، تم تدشينها في موسم حج 1445 للعمل في الأماكن الضيقة والمزدحمة في المشاعر المقدسة وفي المنطقة المركزية. لأخبار 24 نشمي القحطاني، مكة المكرمة.